حكومة السيد السوداني هي أصلاً لتهيئة الانتخابات القادمة، هي ليست حكومة لأربع سنوات قادمة، بالتالي هي حكومة مؤقتة تكون وقعت على عاتقها إجراء انتخابات مبكرة لسنة إلى سنة ونصف. هذا أول المهام. المهمة الثانية تغيير القانون الانتخابي، والمهمة الثالثة هو إجراء تعديل القانون الانتخابي وتغيير المفوضية. هذا الجانب الفني. هي راح تقوم بأعمال مهمة، منها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. أما حكومة السيد السوداني المتكونة من 22 وزير، فهي بالتالي حصص متوافق عليها بين القوى السياسية جميعا، سواء كانت الشيعية منها أو السنية أو حتى الكردية. خلينا نجي على البيت الشيعي. البيت الشيعي هناك حالة من التوافق بين القوى السياسية، ما زال هناك نقاشات بين القوى ائتلاف إدارة الدولة تحديدا على توزيع المناصب الحكومية والوزارات. بالتالي هذه المشاورات ممكن أن تصل اليوم وغدا وإلى يوم الجمعة إلى حالة من النضج والتفاهم بين قوى الإطار التنسيقي لتوزيع المناصب فيما بين.